نبدأ أخبارنا النهاردة، والبداية مع طبعا كرة القدم وأصفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها 10 مساء غد الثلاثاء في نهائي بطولة كأس مصر. وطبعا هيكون منتخبنا الوطني هيرتدي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر في أبيض والشورت والجورب الأبيض. وحضر الاجتماع الفني علي محمد علي إداري منتخبنا الوطني. يعني طبعا عايزين نتوقف عند هذا الخبر، ويمكن الكل بقى منتظر مباراة غدا، يمكن شفنا بالفعل منتخبنا الوطني أمام منتخب نيوزيلندا. عايز أعرف بقى إيه توقعاتكم لمباراة غدا؟ بص يا هنا، يعني فكرة التوقعات فكرة مش سهلة أبدا، خاصة أن هي أكيد منتخبات قوية. كابتن حسام حسن أكد ده الحقيقة في المؤتمر الصحفي، ولكن شفنا أداء، يعني مش هنتكلم عن الأداء بشكل كبير أمام نيوزيلندا، ولكن إحنا خرجنا بالنتيجة المطلوبة وهي الفوز على منتخب نيوزيلندا. نأمل أنه برضو يعني يكون هي دي النتيجة بكرة، ولكن توقعات مش هتبقى سهلة، خاصة أن منتخب كرواتيا بيضم نجوم مخضرمين كتير جدا، فأكيد التوقع هيبقى صعب. ولكن فكرة البطولة نفسها هي دي اللي احنا خرجنا بيها. برضو أكيد الجهاز الفني لازم يستفيد من فكرة أنه البطولة انتقلت من الإمارات لأرض مصر، فأكيد الاستفادة هتبقى كبيرة بغض النظر عن يعني النتيجة. أكيد مش متوقعين هي تكون نتيجة كبيرة بالفوز للمنتخب المصري، ولكن نأمل أن احنا نخرج بنفس النتيجة اللي خرجنا منها من منتخب نيوزيلندا. وما خرجناش، يعني انا عن نفسي مش واقف قوي عند نتيجه برضو قد ما انا واقف عند انعكاسات اللقاءات الوديه دي على منتخبنا فيما يتعلق بصقل الامكانيات، لان احنا بنتكلم على منتخب كرواتيا واحد من اقوى منتخبات العالم. فبغض النظر عن اللقاء هينتهي كام او لصالح مين، المهم بس ان احنا نشوف من خلال هذا اللقاء ما يطمئن الجمهور، لان احنا محتاجين نطمن ونحس ان احنا فعلا منتخبنا ماشي بخطوات ثابته تجاه ان هو يعود كما كان وكما عودنا دائما. يا رب ان شاء الله البطوله دي على بعضها تؤتي ثمارها ويبقى لها انعكاسات طيبه على المنتخب الفتره الجايه ان شاء الله. بالتاكيد طبعا، كل التوفيق.